الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع هو مقدمة رقم 5، المقطع الخامس إلى التكامل، يعني مقدمة إلى التكامل، لكن هذا هو المقطع الخامس، تكامل تحت عنوان تكامل دالة اللوغاريتم اللي هي Integration of Logarithmic Function. على بركة الله نبدأ. الآن ما الذي تعلمنا بالمقدمة الأولى هنا؟ تذكروا أحبتي، تعلمنا في المقدمة واحد من حساب التكامل بأن الآن تكامل، لاحظوا لي الآن مقلوب الأكس فقط لغير واحد على أكس دي أكس تساوي، أخرجت الواحد لأنه الآن هذا القوس اللي هو واحد على أكس كأنما هو وحدة واحدة مضروب بواحد صحيح، لو كان مضروب بخمسة كان بيكون خمسة على أكس، لو كان مضروب مئة بيكون مئة على أكس، لكن الآن لأنه مضروب بواحد فأخرجت الواحد خارج إشارة التكامل، وبالتالي واحد في التكامل الواحد على اكس دي اكس تساوي واحد، وهو المقصود يعني ارجو الصبر معي، تساوي واحد في اللوغاريتم الطبيعي للقيم المطلقه اكس زائد سي. الان هذه الصيغه العامه، لكن يمكننا تطبيق المبدا نفسه على دوال متشابهه لكنها مختلفه بقيمه البسط والمقام. وعلى سبيل المثال ما هي قيمه تكامل مثلا اف اكس تساوي 10 على اكس؟ لاحظوا السؤال الان، f of x تساوي 10 على x بين a تساوي 3 القيمة الدنيا للتكامل والقيمة العليا القصوى b تساوي 5. ما يعني الآن بأن صيغة التكامل لهذه الدالة تكون كما يلي. الآن لاحظوا لي التكامل من 3 إلى 5 10 في x. الآن كما قمت الآن هنا كأنما افترضت بأن هذا مضروب بواحد، هنا نفترض أنه واحد على x هون مضروبة في 10، وبالتالي طبعا 10 على x دي x، إذا أخرجت العشرة هذه خارج إشارة التكامل وكاملت واحد على أكس، إذا تساوي عشرة في اللوغاريتم الطبيعي لأكس من الثلاثة إلى الخمسة حد أدى حد أعلى، وبالتالي بيكون الحل كما يلي. الآن عشرة مضروبة يعني بالجهة كلها، بأخذ الجانب الإيجابي الموجب منها ثم الجانب السالب، إذا عشرة في اللوغاريتم خمسة اللي هي عوضت عن أكس بالقيمة العليا خمسة ناقص عشرة في اللوغاريتم لثلاثة تساوي 5.11. هاي الآن الحل، الشكل البياني الآن فعلا هذا الآن واحد على أكس لكن مضروب 10، أنا آسف وأنا يعني أخطأت بوضع الصورة، هاي لازم هي 10 على أكس، القيمة بتكون بين 3 إلى 5 تساوي 5.11 وحدة، يعني تقريبا 5 وحدات و10% من الوحدة. هذا الآن هو الحل لهذه المسألة اللي هي f of x تساوي 10 على x. الآن سأذهب إلى تطبيق جيوجبرا وأختبر أنه هل الحل تبعنا الآن هو هذا الحل الذي وصلنا فعلا دقته عالي جدا، فأتوقف وأذهب إلى جيوجبرا لأن هذا جيوجبرا جاهز. هنا الآن بضع في هذا المستطيل f of x الآن تساوي 10 تقسيم x، كي لاحظوا لي أعطاني الجانب السالب اللي هي إذا كانت قيم X سالبة هنا، وأعطاني القيم الموجبة، لكن طبعا بالحل سنختار فقط القيم الموجبة. هون عندي انتج، يعني أضع الآن أسأله أنه أريد حلها بالجيوجبرا التكامل، فبسألني الآن طبعا الخيار لاحظوا لي هنا أني بضع F ثم القيمة الدنيا اللي هي 3 ثم القيمة العليا اللي هي 10 إذا مش غلطان أنا، اوكي مظبوط. وبعد ما وضعت كل هذا بالبوكس، او عفوا هي 3 5 انا اسف هنا 3 و5 اوكي، بعد ما وضعت داخل القوس اضغط انتر وبالتالي اعطاني 5.11 كما ذكرت لكم. لاحظوا لي الان التكامل تحت المنحنى هذا اهملناه لانه قيمه سالبه، اوكي، فبنأخذ هذه القيمة بين 3 إلى 5، وبالتالي هنا المساحة الأريا هذه تساوي 5.11 كما ذكرنا قبل قليل بالنسبة للمثال الأول. نذهب الآن إلى المثال الثاني. المثال الثاني هذا هو المثال الثاني، إذا نعمل ثاني مرة شو. نفترض الآن بأن f of x تساوي 3 مقسم على 10 زائد x، اوكي 3
مقسم على 10 زائد، هذا اف باكس يساوي 3 مقسم على 10 زائد اكس. اذا عندي كذلك مقلوب لكنها ليست 1 على اكس، هنا اضفنا شيء الى اكس اللي هي 10، هي قيمه ثابته. الان هذه الصيغه المجرده يعني الاندفينيت انتجرال او التكامل غير المحدود، اللي هو تكامل 3 على 10 زائد اكس دي اكس تساوي، اخرجت 3 برا الان خارج اشاره التكامل، وبقي الان 1 على 10 زائد اكس دي اكس. اللوج الثلاثه هي مضروبه بالكل، لكن الان 3 في اللوجاريتم الطبيعي للقيم المطلقه 10 زائد اكس زائد سي. لو الان افترضنا اننا نحتاج الى حساب المساحه تحت منحنى هذه الداله بين القيمتين اي تساوي 3 وبي تساوي 10، اذا الحد الادنى 3 وبي تساوي 10 الحد الاقصى، ما يعني الان بان صيغه التكامل الان تكامل 3 الى 10 لا 3 زائد مقسمه على 10 زائد اكس دي اكس تساوي 3 في اللوغاريتم الطبيعي لا القيمه المطلقه 10 زائد اكس من 3 الى 10، فبكون الحل بالحاله هاي 3 في اللوغاريتم الطبيعي اللي هون لاحظوا لي عوضت عنها 10 اذا بصير 10 زائد 10 20، وزدت لها بالحد الادنى 3 بصير 10 زائد 3 بصير 13. اذا 3 في اللوغاريتم الطبيعي ال 20 مطروح منها 3 مضروبة في اللوغاريتم الطبيعي 13 تساوي 1.3 بالعشرة. هذا الآن التمثيل البياني لهذا الدالة اللي هي f تساوي 3 مقسم على 10 زائد 3 المساحة 1.3 بالعشرة. دعنا نتوقف ونذهب إلى جيوجبرا لنطبق المسألة نفسها. الآن سأمحى هذا، أمحو هذا وأضع الدالة الجديدة f of x تساوي ماذا الآن؟ 10 عفوا 3 هذه 3 مقسم على 10 زائد x. لاحظوا اللي أعطاني إياها الآن، هنا في قيم سالبة في قيم موجبة، لكن القيم الموجبة واضحة عندي هون. وأنا الآن أذهب إلى المربع هذا والمستطيل هذا وأسأله الآن انه اعمل لي انتجريشن او يعني كامل لي او احسب المساحه، فاختار الان الخيار الاول وكذلك الامر هنا الخيار الثالث من الخيار الاول، فبقول لي ما هي الداله؟ بقول له اف. طب القيمه الدنيا اللي هي 3 والقيمه العليا اللي هي 10 على سبيل المثال، هذه 10. بعد ما اغلقنا الاقواس اضغط انتر اعطاني 1.29 اللي هي، لاحظوا لي استطيع الان اني اغير لونها حتى تكون واضحه هذه، اضغط الان عليها واذهب الى السيتنج هنا واختار لون مثلا يكون غامق الى حد ما، فلاحظوا لي المساحه هنا المحصوره بين 3 الى 10 1.29 اللي هي 1.3. اذا الان اذهب الى الباوربوينت ثاني مره، هذه هي اللي طلعناها 1.3. اذهب الى المثال رقم 3، هذا المثال رقم 3 وبعمل له شو، هذا المثال الثاني. نفترض الآن بأن f of x تساوي 10 مقسم على 10 ناقص 2x. لاحظ الآن 10 في البسط بالمقام 10 سالب 2x. الآن معنى ذلك بأن صيغة التكامل تكون اللي هي الاندفينيت غير المحدود تساوي تكامل 10 مقسم على 10 ناقص 2x dx، وتساوي الآن أخرجت 10 كما فعلت بالمثالين السابقين، 10 خارج هذا هي الآن مضروبة يعني في تكامل 1 على 10 ناقص 2x دي اكس تساوي إذن 10. لاحظوا لي هاي من أين أتيت بالسالب 2 هنا؟ إذا سمحتم لا يمكن أن نصل لهذا الجواب اللي هو 10 مضروب في سالب نصف في اللوغاريتم الطبيعي ل 10 سالب 2x القيمة المطلقة زائد سي هاي، إلا إذا قمنا باشتقاق هذا مرة أخرى لنصل إلى هذه القاعدة. لا يمكن الآن أن نصل إلى هذه القاعدة إلا إذا ضربنا بواحد على سالب 2. أرجو أن يعني أحبتي أن تجربوها، بخلاف ذلك لن تفهموا كيفية التعامل مع هذا التكامل. فقصدت الآن أنه أحط هنا سالب، وبالتالي الآن نضرب العشرة في واحد على سالب 2 في اللوغاريتم. عندما تشتق هاي راح تصل لهذه النتيجة، لا يمكن أن تصل إلها صحيح إلا إذا ضربت بواحد على سالب 2 اللي هو سالب نصف. إذن هذه الصيغة. لنفترض الآن بأننا بحاجة
إلى أنه نحسب صيغة التكامل من الحد الأدنى A تساوي 1 إلى الحد الأعلى يساوي 4. ما يعني الآن بأن صيغة التكامل كما يلي: بتكون من 1 إلى 4 تكامل 10 على 10 سالب 2 دي أكس تساوي 10، لاحظ مضروب بالنصف لكنه سالب القيمة، في اللوغاريتم الطبيعي ل 10 سالب 2 أكس من 1 إلى 4، فبكون الحل بالحالة هاي سالب 5 اللوغاريتم الطبيعي 2 سالب سالب الخمسة، لأنه هون 10 في هذه بتعطي 5، وثاني مرة لما نعطي الإشارة السالبة لأنه هذا موجب وهذا سالب، فهون الموجب في سالب أعطيني سالب هنا، وأعطيني سالب سالب أعطيني موجب، فبتكون النتيجة 6.93 أو 6.93. هذا الآن الرسم البياني لهذه الدالة، واللي هي f of x 10 قسم على 10 سالب 2 x مساحتها تقريبا 7، يعني 6.93 تقريبا 7. سأتوقف هنا وأذهب إلى جيوجبرا كي أطبق على المثال نفسه. هذا الآن جيوجبرا، أمسح هذا وأمسح هذا وأضع الدالة ثاني مرة، f of x تساوي ماذا؟ 10 مقسم على 10 سالب 2x. لاحظ لي الآن أعطاني جهتين سالب وموجب، فأنا بحاجة الآن كما ذكرت الانتجرال هنا انتج، رح يسألني فأختار الآن من الخيار الأول هذا الخيار الثالث منه، بقول له بدي أنا f والقيمة الدنيا 1 والقيمة العليا 4. بعد ما انتهيت أغلقت القوس أضغط انتر، لاحظوا لي أعطاني بالضبط هذه المساحة هنا من 1 إلى 4 6.39. انتبهوا أحبتي، من 1 إلى 4 المساحة تحت المنحنى، من 1 إلى 4 area تساوي 6.93 عفوا، area تساوي 6.93. حتى نتأكد نذهب إلى PowerPoint ثاني مرة، وهو الذي يعني قبل قليل قمنا باشتقاقه. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة لكم أحبتي جميعا، وإلى لقاء آخر على المقطع رقم 6 بإذن الله لمزيد من التكاملات، وسأعقدها قليلا قليلا حتى نصل إلى أعلى مراتب معرفة التكامل إن شاء الله، طلبة الاقتصاد والرياضيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.